قال الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ربنا تبارك وتعالى ضرب لك مثل في الآية دي بأن الباطل مهما كثر ومهما انتشر في النهاية البيبقى أو البيفضل قاعد بيكون قاعد في الأرض هو الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فما تغتر بالكواريك والأغاني والمسلسل البهينة ده مهما يكورك انت الدعوة دي بفضل الله تبارك وتعالى بتدخل أي مكان علمه الصوفي أو لم يعلمه أي مكان بفضل الله عز وجل لأنه دي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول تشغل بتاع رسل أشغل لي متحف بتاعت أبوك الشيخ البرعي تبل للبرعي وتبل للسمانية وكل الصوفية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وربنا تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله. كلام ده واضح يا صوفية ويا غيرهم. ولا تدع من دون الله لا تدع البرعي ولا تدع الكباشي ولا الصائم ديمة ولا المكاشفي ولا غيره ولا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا الأولياء ولا الصالحين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو العزيز الحكيم. الآيات من سورة يونس. فربنا تبارك وتعالى أمر الأنبياء وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغوا دعوة التوحيد لمن كان يعبد غير الله تبارك وتعالى. دي ناس أبو جهل وأبو لهب ديل كان عندهم أولياء وعندهم أصنام يعتقدوا فيهم مع الله عز وجل. مع ذلك أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بترك دين آبائهم ونهى عن الشرك بالله جل وعلا. ده كلام بتاع أنبياء ودي دعوة بتاعت الرسول عليهم الصلاة والسلام. ده للعبو باحم ميدا ومبارح جل عجوز الشمطاء الذي جغم في حلفة وفي أمتلاتة وغيرها من بقاع الأرض. جت كلم بجاي حامد السماني تبا له حيث ما حل والمنبر مفتوح لأي صوفي عجبك أي صوفي المنبر ده مفتوح تفضل بنجيب لك شاي جبن أي حاجة دايرة لكن أنت تنجم بعد ذاك تمشي. كلهم المنبر مفتوح لهم جاهزين لمناقشة الأباطيل والشركيات التي تدعون إليها وتضلل بها المسلمين. وانت قال لك الناس عندهم عقيدة الصوفية ولا غيرهم عندهم عقيدة عندهم دين عندهم علاقة بالدين النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ما عندهم. ما تسمع المدايح أوه حرتي سرتي لاهو الفجل لاهو البامبي تشوف فجلك والبامبي بتاعك بوين. احنا كلامنا الله قال والرسول عليه الصلاة والسلام قال. الليلة نحن دايرين نبقى صوفية دايرين نبقى صوفية تعال اقنعونا بالكتاب والسنة للكتب بتاعتك كتاب الذاكرين. انت براك مشيت هبشت انا مالك في سؤال سالك ها كتاب الذاكرين
وزارة الإرشاد والأوقاف، الأمانة العامة للمجلس القومي للذكر والذاكرين، كتاب الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة الأستاذ الشيخ عبد المحمود ابن الشيخ نور الدين، راجعه محمد سرور ابن الشيخ الحفيان، حققه المدني محمد توم. انت تعال شوف الدين بتاع جماعة ديل، ولا من امتح النبي ما عندك علاقة بالرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. بتكلم عن الشيخ أحمد الطيب البشير، ده المدح البرعي في كتابه رياض الجنة ونور الدجنة. انت قال من كراماته، كرامات الشيخ أحمد الطيب البشير، وأي عاقل أي عاقل يورينا الكلام ده عنده علاقة بالقرآن وعنده علاقة بالسنة. قال أما كراماته رضي الله عنه فهي أشهر من أن تذكر، ولكن نذكر منها البعض على نية التبرك بها. تتبرك بكرامات أحمد الطيب البشير وذاته ما فيه بركة، كراماته يكون فيها بركة، يبرك فيك جمل يكتم نفسك. انت قال فمن كراماته رضي الله عنه أنه من أول عمره إلى انتهائه بالوفاة لم تحفظ عليه خطيئة. انت ده منو؟ ده أحمد الطيب البشير. قال من الله ما خلقه لحد ما مات، لحد ما مات لم تحفظ عليه خطيئة، ما عصى الله عز وجل أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي، أو قال كل بني آدم خطاء. انت بني آدم ولا إبليس ولا شنو؟ شيخك أحمد الطيب البشير من ولده لحد ما مات لم تحفظ عليه خطيئة. ومنها أن من دفن بينه وبين ولي الله تعالى سيدي عبد المحمود أبشيبة، كمان ده أبشيبة كمان لو دفنوك بين أحمد الطيب البشير وأبشيبة خطوك في النص البعثة شنو بتقوم جاري المهم. قال أنه لا يعذب ولو استحق العذاب، تجيب كافر تب أبو جهل تدفنه بين الشيخين ديل ما بيعذب ما بيعذب. أنت عندك دين علاقة بالإسلام ما عندك علاقة بالإسلام. وفي رواية عن الرجل الصالح أحمد بن محمد السنهوري رحمه الله تعالى قال من عقبة قري إلى بلاد الجموعية، من قري للجموعية لو دفنوك في النص المال لا تعذب ولو استحقيت العذاب ما بعذبوك. قال ومنها أنه من قال في أول ضربة على قبر ليدفن فيه أحدا، لو دارين تدفن زول في قبر أول ضربة قال تقول شنو كلام ده؟ قالوا البرعي، انت قال لك البرعي بنجر من راسه تابع ليه ده؟ البرعي ذاته تابع ليه ده؟ كلهم تبع، كلهم تبع، واحد فيهم عنده مخ ما في، لأنه لو عندك مخ ما بتبقى صوفي. انت كلامي هاي. قال لا هذا قبر سيدي أحمد الطيب فإن المدفون فيه يعفى عنه ولا يعذب، وهذه الكرامة وهي مشهورة في روايتها عن الشيخ قدس سره فينبغي العمل بها. أنا عندي سؤال واحد للصوفية، قالوا إنه لو دفنوك بين الشيخ أو لو جو في حفر القبر قالوا هذا قبر الشيخ أحمد الطيب البشير الله ما بعذبك، أنا داير واحد دخل جوا وما عذبه، عندكم في واحد دخل جوا القبر وقالوا هذا قبر أحمد الطيب البشير وما يتعذب فيه؟ حمادة خشيت جوا هناك خشيت جوا وقالوا انت ايوا سماني، لا خلو هناك خلو ما في هذا خلو، قالوا لعب قال ده سوق ستة. انت قال ومنها من رآه أو رأى من رآه إلى ثلاثة لم تأكله النار، وفي رواية إلى سبعة، الشاف الشيخ والشاف الشاف الشيخ والشاف الشاف الشاف الشيخ والشاف الشاف 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 الشيخ والشاف سبعة سبعة، واحد شاف واحد واحد شاف ديل جد النار ما بتهبشوا والله الذي لا إله غيره. طيب يا حميد انت شفت الشيخ؟ هاي انا شفت قتا بعذب ولا ما بتعذب؟ قول لك ليه انت وهابي مجنون انت جوا جوا عينك. قال ومنها أنه من عرف اسمه بمحبة
مع حسن الاعتقاد لم تأكله النار. طبعا النار طلعنا نحن برا. ها انا اصلا ما خشي معك انت. قال من عارف اسم الشيخ احمد الطيب البشير، لو بتعرف اسمه هسه نحن بنقول له ما نحن بنعرف اسم احمد الطيب البشير، بقول لك لا، مع محبة وحسن اعتقاد تحب احمد الطيب البشير وتعتقد في احمد الطيب البشير، ونحن نتقرب الى الله جل وعلا ببغضنا لاحمد الطيب البشير والبرعي والصوفية كلهم، نتقرب الى الله عز وجل والله الذي لا اله غيره. قال ومنها ان الله تعالى قد غفر لجميع من ينسب اليه بمحبة او طريقة او قرابة، دير كلهم الله غفر لهم. ومنها ان الله تعالى قد شفعه في جميع اهل عصره. نحن معكم وفيها نحن مش نحن اهل عصره ذاتهم معاكم ولا ما معاكم؟ ومنها ان الله تعالى لو قلت معاكم، طيب بتقول الوهابية خشينا النار مالك؟ ها مش قلت نحن معاكم؟ هو ده قال شفيع احمد الطيب البشير قال بيشفع لنا، طيب بتقول نحن خشينا النار ليه؟ ده ما بيشفع يعني؟ لو قلت ما معاكم معناه شيخك ده كذاب، كذاب معناه ما بيشفع في اهل عصري. انت كلامي ده كذب بتاع صوفية ودجل ولعب بعقول الاسلام وبعقول المسلمين. وان شاء الله عز وجل يا صوفي تتنجم في بلاد السودان كلها ان شاء الله عز وجل، ما نخلي لك جنبة تنوم فيها ذاتك ابدا ابدا، والله ما حيل تنوم ما تلقاه، ما حيل تقبل تلقى واحد بيتكلم في الصوفية. بمشي بجاي بتاع المواصلات يتكلم في البرعي، تجينا في مبدا تعرف حاجة تانية انت، بس تعال بغادي ما قاعد في سوق ستة هنا الهوا ضربك كده، تعال بينك اشوف الحاضر لعب. قال ومنها ان من اخذ طريقته وداوم على اوراده حشر في زمرة الصديقين، ومنها انه لم يقل قولا ولم يفعل فعلا الا باذن من الرسول عليه الصلاة والسلام. انت شيخك ده مات 200 يا صوفي، مات 200، الرسول اداه اذن 200، يقول لك لا لا اداه، انت قاعد يقول لك لا، دي طبعا اسرار. طيب اسرار كاتبين مالك اسرار يا اسرار باب بكر ولا دي طبعا يا شباب توكلوا امبارح ديلك انت اسرار بتاع شنو؟ طيب تخش المسلمين والمسلمات. قال ومنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقطع عن ضريحه، يوم الرسول بجي الضريح حق منو؟ احمد الطيب البشير. والله جد النبي عليه الصلاة والسلام يخلي مقابر البقيع ها ويجي للسودانيين وقت اللي يجي لاحمد الطيب البشير يلقى الصوفية شغالين اح 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 حيغيهم حرتي سرتي فكا فككية ربا وربيس لكم ملكية لشكيني بعموم نورا نورية هككم سككم حكما لمشية من غير مفهوم. انت يلقى ده شغالين كده. طيب لم ينقطع ضريحه كما اخبر بذلك الولي العظيم والاستاذ الفخيم دمنه ده ابو بكر الصديق. لا لا سيدي يسيد نتك انت، سيدي السيد الحسن المرغني رضي الله عنه. والحسن المرغني دمنه ده بتاع الطريقة البرهانية، ده بتاع بحريناك الختمية صح؟ هاي ده بتاع طريق الختمية، مهما يكن من خطب فقم وانده وقل يا مرغني انجيك من كل شدة. وفي القرآن ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أزيدك شوية كده عشان دار أقدم الشيخ أبو بكر هذا تاني، أرفع الصوت شغل المزيكا عشان نوريك المزيكا ما بتعرفها ده. والله الناس لو سمعوا من مزك انت ها وناس عايل لك انا ما بقدر تعايل لي بشتهيك اكثر اخير من كلام القرعي ده. مصر المؤمنه باهل الله ندعوك بالاربعه والخلف الاربعه، نحن ما قرينا مدرسه يعني دار تدرسنا جدول اربعه والست نفيستي ورابع العدويتي واذكر شعوانتي، نحن بنذكر الله يا كلب انت، نذكر الله تبارك وتعالى. افتح بلاغ افتح راسك افتح اي حاجة. طيب
ده بتاع طريق القادرية، ده بتاع طريق القادرية. آه سيدي الشيخ سيده، نحن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما تلعب. قال على الأولياء ألقيت سري وبرهاني، فهاموا به من سري وإعلاني، فأسكرهم كأسي فباتوا بخمرتي سكارى حيارى من جهودي وعرفاني. طيب قال أنا كنت قبل القبل قطبا مبجلا، وطافت بي الأملاك والرب سماني، خرقت جميع الحجب حين وصلت في مكان به قد كان جدي به دا جدي له داني، وقد كشف الأسرار عن نور وجهه، ومن خورة من خمرة التوحيد بالكأس أسقاني. لحد ما قال نظرت لعرش الله واللوح نظرة، فلاحت لي الأملاك والرب سماني، وتوجني تاج الوصال بنظرة، ومن خلع التشريف والقرب أكساني، ولو أنني ألقيت سري بدجلة لغارت وغيض الماء من سر برهاني، ولو أنني ألقيت سري بميت لقام بإذن الله حيا وناداني. انت ديل قال بيحيي الموتى، وده جزء من الأباطيل التي ينشرها الصوفية على حساب الإسلام، ودارين يضللوا بها أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ده ما دين، كفر بالله عز وجل، وكفر لم يقل به أبو جهل عليه لعنة الله، ولم يقل به أبو لهب عليه لعنة الله أبدا. قال الصوفية القادرية والسمانية والنقشبندية والتجانية وغيرهم من طرق الضلال وطرق الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقدم الشيخ الأستاذ